تقترب حرب الاحتلال على قطاع غزة من دخول شهرها الخامس، ولا تزال معاناة الفلسطينيين داخل مدن القطاع قائمة لم تتغير أو تتبدل أو تتحسن منذ اليوم الأول للحرب. ولم يعد هناك مكان آمن على امتداد مساحة القطاع، لا ملجأ أو مخيم أو مدرسة ولا مستشفى، كل مكان معرض إما للقصف أو المحاصرة والاجتياح، ومن لم يمت في تفجير منزله سيموت حتما في مخبئه. ولكن ما يثير قلق المنظمات الدولية الوضع الصحي الذي يواجه انهيارا كاملا ووشيكا مع تعمد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية في جنوب قطاع غزة، والتي يفترض أن تكون محمية بموجب القوانين الدولية. ومنذ بداية الحرب استهدف الاحتلال 150 مؤسسة صحية، ما تسبب بخروج 30 مستشفى من أصل 36 مستشفى عن الخدمة، وأغلق 53 مركزاً صحياً، إضافة إلى تدمير 122 سيارة إسعاف. يأتي هذا فيما يخضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس لحصار قوات الاحتلال منذ 10 أيام، ما يهدد بفقدان حياة الجرحى المحاصرين داخلهما. تحديداً أن مستشفى الأمل كان قد أعلن عن نفاذ مخزون الأكسجين فيه، ما دفعه لإيقاف جميع أنواع الجراحات بشكل كامل. ومع استمرار الحصار دخل مجمع ناصر الطبي حالة انهيار فعلي، حيث يعمل 10% من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة وسط نفاذ أدوية أساسية كمواد التخدير في غرف العمليات الجراحية والأدوية المسكنة لآلام المرضى. وأكد الهلال الأحمر في غزة أنه يوجد داخل مجمع ناصر الطبي نحو 150 شخصا من الكوادر الطبية، بالإضافة إلى 450 مصاب و7000 نازح، غالبية من الأطفال والنساء. وبرغم تمكن منظمة الصحة العالمية من توصيل إمدادات طبية أساسية لألف مريض، لكنها لم تستطع إرسال إمدادات غذائية، ما يهدد حياة المحاصرين داخل المجمع. وفي ظل شح الإمدادات والحصار وصعوبة الأوضاع، يروي من استطاع الانسحاب من المجمع من الكوادر الطبية واقع المجمع الصعب والقاسي. تبقى لنا عدد 2 من سيارات الإسعاف تعمل في داخل مجمع ناصر الطبي، تحاول قدر المستطاع يعني الخروج من داخل المجمع وتأتي بالمصابين والشهداء من محافظة خان يونس بشكل كامل، خاصة منطقة حي الأمل ومنطقة المعسكر والمدارس التي يوجد بها النازحين، تعمل تحت ظروف قاهرة وصعبة جدا. الطواقم التي استطاعت الانسحاب من المستشفى لم تترك خان يونس، بل أقامت وحدات إسعافية بالتعاون مع وحدات طبية أخرى تعتمد على سيارات الإسعاف فقط لإسعاف الجرحى للمستشفيات التي تعمل ولكن بصعوبة. هذا المستشفى جاء بعد حصار المستشفيات ناصر والأمل وصعوبة الوصول إليها في ظل الأحداث الدائرة حاليا. نتعامل مع الحالات في ظل وضع حرج جدا، في ظل اشتباكات يومية، استهداف للمستشفى الميداني أكثر من مرة، التعامل مع حالات يصعب التعامل معها حتى في بعض المستشفيات القريبة. ويتزامن تدهور عمل المنظومة الطبية مع استمرار تردي الأوضاع الصحية للنازحين، حيث أعلنت وزارة الصحة إصابة نحو 700 ألف نازح بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والإسهال والتهاب الكبد الوبائي نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى وعدم توفر الطعام والشراب والرعاية الطبية المطلوبة، مضيفة أن عدد المرضى والجرحى الذين غادروا القطاع للعلاج في الخارج عبر معبر رفح البري بلغ 1200 شخص، منهم 700 جريح وأكثر من 400 مريض.